السلام عليكم. لساتنا في سلسلة كيف أجعل ابني أكثر هدوءا. من الأساليب اللي أشوفها متكررة جدا 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 عند الأمهات هي النقد 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 الكثير جدا جدا، يعني طول الوقت هي ورا الولد هذا، لا تسوي زي كذا، اقعد كذا، سوي كذا، اعمل كذا، لا تسوي كذا، ليش عملت هذا هنا، الله يهديك، ليش عملت سويت كذا، تروح وراه شوية، يعني عارف خانقته خانقته مرة 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 مرة. هي فكرها إنه لما تسوي زي كذا حتعدله وحتخليه أحسن واحد في الدنيا. بس خليني أعرض لك هذا الشيء، يعني للأم والأب أكيد طبعا، تكرارنا هذا النقد على الولد بتنشئ عنده أحاسيس جدا سيئة. أنت تخيلي نفسك جالسة أنت مثلا في المطبخ، تدخل وراكي حماتك، ليش أنت عملتي هذه هنا؟ وليش سويت هذه كذا؟ قسم بالله حيجيك إحساس يعني بالتوتر، وخلاص حتى يعني يمكن حتخصم معاها اصلا، ما حتحملي. لانه يعني انتقاد شديد يخليك تشعري انك انت انسانه سيئه، انسانه غبيه، يمكن مش عندك القدرات الكفايه، عرفتي كيف؟ حتتوتري، حتخافي، احاسيس جدا سيئه، عرفتي كيف؟ والتوتر ما حيخلي الانسان اصلا يسوي شيء شغله بطريقه صحيحه اصلا، صح؟ لانه لما توترين حتكبي حاجه وحتغلطي، حتسوي تصرف اكثر واكثر واكثر، فحيجيكي نقد اكثر واكثر، عرفتي كيف؟ فهي حاله من الدائره المفرغه، حتخلي الولد دائما انت في هذه الحالات من التوتر والاخطاء الثانيه. الصح انك تعطيه مساحه، مساحه انه هو يفكر كيف يؤدي هذا الشيء. أول مرة علميه كيف يسوي هذه الحاجة بطريقة صحيحة، اشرحي له إياها، يعني أعطيه تدريب كذا مسبق، وبعدها خليه يعني أعطيه مساحة إنه هو كمان يبدع فيها، يعني يمكن يكون حتى عنده فكرة أفضل من فكرتك أصلا في الأول والأخير، والناس مثلا ممكن يأدوا نفس الشغلة بأكثر من طريقة، يعني مش طريقتك هي الطريقة المثلى يعني. فأعطيه مساحة إنه يبدأ، عرفتي كيف؟ الهدوء والسكينة في البيت بيساعد الأطفال أنهم ينشؤون نشأة صالحة، لأنه لو كثرنا عليهم النقد زي ما قلت لكم المشاعر اللي بتجيه إما أن يوصل إلى مرحلة من اللامبالاة، لأنه يقول أمي هذه عمرها ما راح ترضى، فخليني أسوي اللي أنا أبغاه في النهاية وخلاص، خلاها تعصب تعصب، وهذا كثير من الأطفال يصير عندهم، أو يدخل من حالة اللي هي حالة السعي للكمال، وهذه حالة سيئة جدا جدا، إنه خلاص يصير يتوتر ويسوي كل حاجة صح ومش عارف إيش، ويخاف دائما من رأي الناس فيه، ويصير يعني ضعيف شخصية. لا، هذا يعني قاعد نظلم ابننا في هذا الشيء. أعطيه مساحة. خليني أعطيكم القاعدة اللي تقدروا تحكموا فيها، اللي هي 80-20. 80% من الوقت هدوء، حب، رعاية، اهتمام، تبادل أفكار، اسمعي منه أفكاره وكذا كذا، و20% فقط من الوقت يعني انتقاد، وحتى انتقاد بناء وبطريقة صحيحة وحلوة، وهو وحده، يعني في أساليب جميلة، عارفة كيف؟